أن ماله أخلدا. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم. السلام عليكم. سبحان الله وبحمده. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم.
لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وما علينا من الفضل والجود والكرم والإحسان الحمد لله الحكيم المنان الشكر لله العظيم السلطان اللهم اغفر لنا في خيرك يا رحمن اللهم اغفر لنا في خيرك يا رحمن اللهم اغفر لنا ولمؤمنين ولجميع المسلمين بالسعادة والفرحان الشفاء والوتر يرحمنا ويرحمكم الله يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده صدق الله العظيم الكريم الجليل الرحيم صدق الواحد الأحد الفرد الصمد صدق القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم صدق الذي له الأسماء العظام والذي له الأفعال الكرام والمواهب الجسام والأفضال والآلاء صدق القادر المقتدر صدق المدبر للأمور صدق الشكور المتكبر خلق كل شيء بقدر وما أمره إلا واحدة كلمح بالبصر وصدق الحبيب المصطفى وصدق الحبيب المجتبى لي فيك يا أرض الحجاز حبيب النور العيون وفي القلوب طبيب في الأرض أحمد في السماء عند الإله مقرب محبوب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله
محمد وأنا له فضل لدي عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما يا بأبي وأمي أفتديك محمدا يا خير خلق الله طاب بك المدى سويت أنفاسي وجئت مسلما أهديك عقدا في هواك منفردا جاء الكتاب من السماء وكله أدب وتنظيم على السنة الغراء نهج محمد والسنة الغراء نهج محمد صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما يا أحباء رسول محمد صلوا عليه يا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة اللهم يا عظيم العطاء يا مجيب الدعاء يا من فطرت الأرض والسماء وخلقت كل شيء مما يسبحك العوان في الليل وفي المساء يا من بيدك الخير العميم كذا الشفاء أنت الرحيم وأنت الذي يفعل ما يشاء يا من هو قادر على العطاء وهو أهل الجود والكرم والوفاء جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهجين وبخوف الذلة في وجنين لكن برجائك ممتزجين يا اللهم ارفع ذكره وعز شانه وانصر دينه يا يرجون لدى الهاجين فيا فتاح الأبواب فيا فتاح الأبواب فيا فتاح الأبواب ويا شافي الألباب ويا شافي الألباب ويا
الأسباب. اجعلنا لكتابك من التالين، ولآياته من المجودين، وبأحكامه وعقائده ومبادئه عالين، وبالأعمال مخلصين، وفي الأقوال صادقين، وفي الجنان منعمين، وعن النيران مزحزحين. اللهم اجعلنا به معتبرين، وإلى نذير خطابه مستمعين، ولأوامره ونهائه خاضعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين. واسكننا به الظلال، واسبق علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. الى الله اهدي مدحتي وثنائيا، وقولا رصينا لا يلد الدهر باقيا. الى الملك الاعلى الذي ليس فوقه اله ولا رب يكون مداويا، الى الملك الاعلى الذي ليس فوقه اله ولا رب يكون مدانيا. وإياك لا تجعل مع الله غيره، فإن سبيل الرشد أصبح باديا. اللهم يا فتاح الأبواب، اللهم يا فتاح الأبواب، فبسر الأحرف ما وما وعدت، وضياء النور المنبهج، وبسر الباء ونقطتها، من بسم الله اللهم أغف يا ذا الفرج، فأغفنا باللطف البهيج، وادرج بالعفو إساءتنا، والخيبة إن لم تندرج. يا رب العباد، يا مبدع الأجساد، واكفنا شر الحسان، واحفظ اللهم الأولاد، وجنبنا اللهم الفساد، وجنبنا اللهم شرور الأحقاد. يا النور
والبيان وبباشة الأزمان ومتعة الجنان وعزة الأوطان وقوة البرهان وتكرم بالأمن والأمان والسلم والسلام والخير للأنام وقبول الصيام والقيام. اللهم يا رب لجأنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين ولعطائك قاصدين، فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين. ادفنا شر المحن والزلال وجنبنا العلل والبخل والكسل، واجعل عملنا مقبولا واجعل عملنا مقبولا واجعل عملنا مقبولا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا يا الله يا رب العالمين. يا رب طهر قلوبنا من النفاق، يا رب طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الدهاء وأعيننا من البلاء وأسماعنا من اللغو ومن كل هراء. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاك وخير منازلنا جنات ونهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم يا واسع الفضل ومنزل البركات، منزل البركات، يا عظيم الشأن ومسبل العطاءات، يا عظيم الشأن ومسبل العطاءات، أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وآمنا في أوطاننا، يا رب آمنا في أوطاننا، وأعزنا في الأرض وفي ديارنا، واحفظ اللهم علماءنا وبارك في مكياننا وميزاننا واقتصادنا. اللهم واقض ديوننا يا رب، واقض ديوننا يا رب، واقض ديوننا واشف مرضانا يا رب، اشف مرضانا يا رب، اشف مرضانا يا رب، اشف مرضانا يا رب، اشف مرضانا يا رب، ارحم موتانا يا رب، ارحم موتانا يا رب، ارحم موتانا يا رب، سلم غائبنا يا رب، سلم غائبنا يا رب، اشف صدورنا يا رب، واذهب غيظ قلوبنا والف بيننا واهد اولادنا يا رب، اهد اولادنا يا رب، اهد اولادنا يا رب، وفق شبابنا يا رب، وفق شبابنا يا رب، زكي ارزاقنا يا رب، احمي أسرنا يا رب، استر عائلاتنا يا رب، استر عائلاتنا يا رب، استر عائلاتنا واحفظ أنفسنا يا رب، احفظ أنفسنا وارفع عنا آلامنا وأوجاعنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أصلح رئيسنا وربو، أصلح ولاة المسلمين. اللهم سددهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم، وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا فاتر الخلق البديع مدبرا أمر الجميع مصرف الأقدار يا موصل اللطف السني وعالم الغيب الخفي وكامل الأسرار، يا من نعوت جلاله وجماله جلت عن الأسباب والإكثار. يا رب بارك للمنفقين والمحسنين، يا رب بارك للمنفقين والمحسنين، يا رب بارك للمنفقين والمتصدقين، يا رب بارك لهم فيما رزقتهم، يا رب بارك لهم فيما رزقتهم وزدهم خيرا منه، يا رب زدهم خيرا منه.
أهلهم وأولادهم. برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا رب جادك متوسلا بالمصطفى وبآله وبصحبه وبجنة الأخيار. هداية وعناية وكفاية ووقاية من صولة الأشرار. وغنى بما تولي وقرة أعين من أنفس وأحبة ودرار. في حسن خاتمة وعاقبة وعافية تمن بها لعقبى الدار. يا ذا الجلال والإكرام. ومن جميع بذور الشك والتؤلي. ونشكر الله في سر وفي علن، فمن يبادر لشكر الله يغتنمي. فالحب في الله موصول بلا طرف، ومن يحب لغير الله ينفصلي. اللهم ابعد عن ابنائنا كل مكروه، وابعد عن ابنائنا كل مشبوه. يا رب اجعل بلدنا بلدا امنا رخاء سخاء طيبا مباركا، رزقه رغدا من كل مكان وسائر بلاد المسلمين. يا رب أدم علينا نعمتي الأمن والاستقرار والسلام والازدهار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. يا رب انصر الإسلام وأعز المسلمين. يا رب بصرنا بعيوبنا وفقهنا في ديننا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اجعل مخرجا للشعب الفلسطيني الشقيق. يا رب اجعل مخرجا للشعب الفلسطيني الشقيق. يا رب اجعل مخرجا للشعب الفلسطيني الشقيق. اللهم اجعل مخرجا للشعب العراقي الصديق. يا رب اجعل مخرجا للشعب العراقي الصديق. يا رب اجعل مخرجا للشعب العراقي الصديق. يا رب ارحم ضعفهم وشيوخهم ونساءهم واطفالهم. واحمي اللهم علماء and I'm
مباركة على من أعدها وقرأها، وعلى أمه وأبيه وأهله وذويه، وعلى كل رفيقه وصديقه، وعلى كل من حضرها وأمن على دعائها، وعلى من حضرها وأمن على دعائها، وعلى من حضرها وأمن على دعائها. اللهم يا رب اختم لنا بخاتمة السعادة، كتبت لهم الحسنى وزيادة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، سددنا في الأقوال والأفعال برحمتك يا أرحم الراحمين.
تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.
ربنا لا تزغ قلوبنا
أو تحريم أو تغيير أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل أو غيب أو شك أو تعجيل عن الملة التي أو كسر أو سرعة أو زيد الحساب أو وقوف أو